جات سيدي هاد المناسبة هاد العام عاوتاني، قال لك سيدي غادي يديروا الحجر من 8 ديال الليل تال 6 ديال الصباح. الناس كلهم بدون استثناء كيقولوا هادو عينهم في التراويح وعينهم في المساجد، لأن لا يعقل باش غادي النهار كامل وعباد الله كتخالط وتجالط وتحك مع بعضياتها في الشركات وفي المدارس وفي الجامعات وفي الإدارات وفي الطوبيسات وفي الطرام وفي جميع الحياة اليومية ديال الناس مخالطين ومجالطين. تكتجي 8 سد المساجد، واش غير الناس اللي غادي يصلوا في المساجد هما اللي غادي تجيهم كورونا وهما اللي غادي ينقلوا كورونا للعالم؟ ليكن في علم الجميع بأن رواد المساجد من أطهر الناس، من أطهر الناس قلوبا، ولا نزكي على الله أحدا، لأن من توجه إلى ربه بقلبه فهذا له عنده قلب طاهر، وإن اختلفت نسب طهورية بين قلب وقلب. هاد الناس من أطهر الناس قلوبا ومن أطهر الناس أبدانا، لأن ما كيمشي للمسجد إلا هو متوضئ نقي وكيغسل وكيتوضى 5 مرات في اليوم. هذا من أنقى الناس وأطهرهم، وهذا والمساجد من أنقى الأماكن وأطهرها، وهادو هما اللي تمنعوا من الصلاة في المسجد. علاش؟ حيت كاين الوباء ويتحرموا الناس في الوقت اللي كنشوفوا في دول أوروبية بل في الصين الشيوعية اللي كنعرفوا أنها تحارب الإسلام نهارا جهارا، أنها فتحت المساجد للمسلمين الآن يصلون التراويح، وفيها المئات الملايين ديال البشر، وهي اللي بدا منها الوباء، وما عندهمش هاد الهاجس اللي عندنا حنايا الى درجة اغلاق المساجد. وفي شهر رمضان اللي المسلمين كانوا كيتمنوا وكيتشوقوا بواحد الشوق لا يعلمه الا الله عز وجل، انهم يسمعوا القرآن كامل من افواه القراء الذين يطربون اسماعهم وقلوبهم في شهر رمضان، ولكنهم حرموا وقلوبهم تشكو إلى الله والمساجد تشكو إلى الله. من فعل بها هذا؟